طب هي ما شافتش رسالتي. طب انا هقول اول حرفين ره ميم. ره ميم بليز حبيبتي، شوفي شوفي مسجاتك، بعتلك رسالة. هو الكارت ده عمال يطلع لك كتير كده ليه؟ ده كان بقاله كتير مختفي، يعني ايه اللي طلعه تاني كده؟ برضو الأسد عايز إيه؟ بقولها حالا يا ندى. الأسد عايز يتعافى من شيء، في شيء تعبه، يجوز يكون تعبان جسمانيا، يجوز يكون تعبان نفسيا، في حاجة تعباه ونفسه إن هو يتعافى منها ويطيب. أو ممكن يكون معنى تاني إنه عايز يطلق حكم نهائي، وأكيد الحكم الحكم النهائي ده يخص العلاقة. نفسه يحسم قرار، رجل في المية ورجل في الأرض، مش عارف يحسم قراره. تمام، شايف شريكه ازاي؟ شايفه مشاكله كتير وأعباءه كتير، وحرام مش قادر يرفعها من على الأرض. يعني هو حاسس بشريكه إن هو عنده متاعب. شريكك عايز ايه؟ نفسه في مشاعر جديدة، نفسه تقدم له شيء أو هو يقدم لك شيء. أنا أعتقد إن هو عايز يقدم لك حاجة، أعتقد نفسه في إيه؟ نفسه السلاسل تتفك. ممكن يكون شريكك يا أسد في سحر معمول له. أنا قلت ده الكارت اللي بقوله لكم، مش عارفة ليه اتكرر كتير النهاردة. في طاقة حسد وطاقة سحر كتير قوي في المجموعة الثالثة. شريكك يا أسد ممكن يكون عنده مشكلة، نفسه هو متقيد بسلاسل ونفسه يفك منها ومش قادر. في حاجة زي ما تكون بتجره. شايفك ازاي؟ شايفك مروضه، انت بقى اللي مروضه. انت اللي بتعرف تتعامل معاه، انت اللي بتعرف تسيطر عليه. العلاقة طاقتها ايه؟ طاقتها اساس ممتاز حلو جدا ومبارك، وحاجة الناس بتبارك ليها يعني. بس عايزه شغل، عايزه شويه شغل، شويه بنى، نبني كده شويه حاجات يعني تزودوا عليها حاجات. العلاقه عايزه شغل يا المجموعه الثالثه. انتوا داخلين على مرحله جديده الفتره دي، منسجمين، في حاجه حلوه، في حاله انسجام، شايفه السماء صافيه وعصافير وحاجه حلوه كده. بعدين في قرار هتبقوا عايزين تاخدوه، ويعني وقرارين شكلهم شبه بعض، اوكي، وهتحصل خناقة افتكر بسبب القرار ده. يعني هو القرار مش تفضلوا او تسيبوا، لا انتوا مش سايبين بعض، انتوا مع بعض والدنيا تمام التمام، بس في حاجة هتتشاوروا فيها ككابل مع بعض، نعمل ده نعمل ده، وهتدب خناقة بقى. خناقة هتدب، لا انا صح، لا انت اللي صح، انت غلط، انت غلط، وهكذا. بس يعني خناقة عبيطة شكلها، ان شاء الله وهتعدي على خير. اوكي، هلخص القراءة. الاسد نفسه يتعافى من حاجة تعباه ومأزماه جامد، ممكن تكون thank you for the loves والهارتس واللايكس والحاجات الحلوة دي، بشكرك يا سهيلة. نفسه يتعافى من حاجة تعباه او نفسه يطلق حكم نهائي، محتار، نفسه يعني يحسم هذا التردد او هذا القرار. شايف شريكه تعبان وشريكك ممكن يكون تعبان بالفعل يا اسد، لانه عنده طاقة حسد وسحر، متبهدل يعني جايبه الارض. نفسه يقدم لك مشاعر، عايز يقدم لك حاجة جديدة ومشاعر جديدة وحاجات حلوة قوي، وشايفك انك انت الوحيد اللي بتعرف تسيطر عليه، انت اللي بتعرف تفهمه وتعرف يعني انت بتعرف تتعامل معاه. الطاقة ما بينكم اساس قوي، بس محتاج شغل. في هنا حالة انسجام وحاجة كويسة قوي. بعدين في قرار هيتاخد، هتقوم على
أثر خناقة. والله أعلم. كتير حتى ولادي خايف عليهم. يا أنا أم سوري يا حبيبة قلبي، معلش معلش. بس عايزة أقول لك على حاجة، أنا الأيام دي كمان العصبية عندي زايدة قوي، معرفش شكل فيه حاجة مش ظريفة فوق يعني مخلياني متوترة قوي. بصي حطي في دماغك حاجة واحدة بس، إن ده مؤقت. أنت مش هتفضلي متعصبة طول حياتك، أكيد مفيش حد بيبدأ متعصب طول حياته، لو فضل متعصب طول حياته هيتجنن. بس بقول لولادي النهاردة هروح مستشفى المجانين بسببه. فلا، العصبية دي طول ما أنت عارفة إن هي حالة مؤقتة حاولي تتجاهليها. وزي ما قلت قبل كده، لو انت ما سمعتيش اللايفز اللي فاتت، تمارين النفس والله حلو جدا، هيساعدكم جدا، هيهديكم قوي قوي. نفس عميق، ويخرج بالراحه 5 مرات. اقعدي اعمليها 5. انا والله عملت يعني دلوقتي اللي عشان نفست بعمق كده، حسيت ان انا ارتحت اكتر، يعني بقيت مور ريلاكسد. تمارين النفس والله حلو قوي، صدقيني جربيه ومش هتندمي. وما تخافيش من حاجة، ارمي كل حمولك على ربنا، ربنا اكيد ان شاء الله هيختار لك الحاجة اللي تقدري تستحمليها. فهمتي قصدي؟ يعني الله لا يكلف نفسا الا وسعها، مش هيديكي حاجة مش هتقدري عليها، ما تخافيش يعني ان شاء الله خير. طب يلا هختار حد من اللايف. انا بعت لها مسج بس هي مش شايفاها. طيب تعالي انت كده، بتقولي ايه يا رشد؟ ثانية واحدة كده هشوف بس البنوتة دي. لأن التانية ما ردتش. طيب من هنا لغاية ما ترد نسحب كروت بقى. راشد بيقول لي اسحب كارت الحد. انا مش شايفه يا راشد، اللابتوب بعيد عني، ايه الموضوع يا بنتي؟ ما انا عماله انده عليكي، هي موجوده؟ قول لها لو سمحت تبعت لك تاريخ ميلادها، عشان هي دي اللي كسبت القراءه، اللي عايزين نسحب لها كارت دي، هي اللي كسبت القراءه. طب انا هديليت دي بسرعه قبل ما تشوفها. ديليت ديليت ريموف. ايوه ريموف فور ايفري ون. ايوه بس كده. طيب رحمه محدش هياخد باله، ممكن بليز تشوفي مسجاتك؟ بليز ابعتي لي تاريخ ميلادك. كلامك كله صح، بس فعلا محسودين وممسوسه ومش عارفين نعمل ايه. يا مروان ابعت لي على الصفحه، انا ما كنت يعني ما بساعدش في الموضوع ده خالص، لاني الصراحه والواحد يعني مش عيب ان هو يعترف بحاجه زي كده، كنت مقتنع بيها قوي، بس لما حصلت لي فعليا اقتنعت. فلو محتاج مساعده انا ممكن اساعدك، مش بنفسي يعني، هرشح لك حد. اسراء طبعا حبيبتي تواصلي معايا مفيش مشكله خالص، ابعتي لي على الصفحه. وشافت المسج، شافت المسج. طيب خلاص اسحب لها كارت الايه؟ عايزه تسال على ايه؟ عايزه تسالي على ايه يا رحمه؟ طبعا يا قمر من عناية حبيبتي مش بترد. طيب خلاص دلوقتي نديك القراءه المجانيه. الف الف 15 9 88 15 9 88 برج العذراء. كويس قوي. طيب هقرا لك حاله عامه. معلش نسيت كله صحيح. المجموعه الثالثه، بشكرك يا نوال قوي. You're so cute. I follow you from Sydney. Thank you Bas. It's an honor. Okay. What do you mean يا رودي؟ Wrong way stress يعني ايه؟ عايزه عاطفه؟ ماشي. معايا في البيت. والله يا جيلان يعني الحمد لله، قولي الحمد لله. بليز مين بيقول بليز؟ ايوه يا مها قولي. هم هم.
يا عذراء يا عذراء والنبي بلاش القسوة دي. ليه القسوة دي؟ طيب انت واضح ان انتوا لسه مرتبطتوش، والله اعلم كده، او مش عارفة، هشوف. انت عايزة ايه؟ عايزة تيسير شوية، عايزة الامور تتيسر شوية، حاسة ان الدنيا واقفة، ما فيش حاجة بتتحرك، ونفسك الحظ يبقى معاكي شوية، نفسك تحتفلي حبيبتي، وعارفة حالة فخر كده. لا هي واحدة بس، نفسك تفرحي وتحسي ده شكله احتفال. انت نفسك يمكن جواز لسه ما تمش، حبيبتي تسلمي، جواز لسه ما تمش، نفسك ان هو يتم على خير. او لو كنت متجوزة فيمكن يكون في دروب حاصل، وانت عايزة تطلعي من الموضوع ده راسك مرفوعة. فهمتي قصدي؟ شايفة شريكك ازاي؟ شايفة ظلمك في حاجة، او اساء الحكم عليكي، على الاقل اساء حكم عليكي في حاجه. الطاقه ما بينكم قويه قوي ما شاء الله، ايس اوف وانز، ده حاجه ما بتتمحيش، ما بتتكسرش، بمعنى لا ينفع تنسوا بعض ولا ينفع تسيبوا بعض. العلاقه قويه جدا جدا فوق ما ممكن تتخيلي. الشريك بقى عايز ايه؟ لو ما كنتوش اتجوزته فهو عايز زواج، وعايز خلفه، ولاد، حب جميل جدا، حب غير مشروط، حاجة تحفة ما شاء الله. عايز عمل جديد، نفسه يشتغل شغل تاني. شايفك ازاي؟ شايفك مش عارفة تاخدي قرار في حاجة، محتارة في حاجة وعمالة تبص لها وتقلبيها يمين وشمال ومش عارفة تحليها ازاي. طب حبيبتي يبقى منين عايزة عاطفة يا روح قلبي؟ العاطفة دي لازم تكوني في علاقة. طيب انت القرايه دي خالص حبيبتي، والكلام ده كل الناس يا جماعه اللي عايزين قرايات خاصه اللي بيكلموني، اللي مش في علاقه ما تطلبش قرايه عاطفيه. سيمبلي فين العلاقه؟ فين الشخص اللي هقيس عليه الكلام؟ فين؟ اللي مش مرتبط يقرا جنرال فقط عشان يعرف مثلا هيحصل الارتباط او لا. اوكي خلينا نشوف، معلش يا جماعة bear with me، هنشوف القراية المجانية دي. اوكي طيب طيب هو انتوا انفصلتوا خالص خالص يعني، ولا في امل للرجوع؟ لان انا شايفه رجوع، في رجوع. اول حاجه هنا في مناسبه، في احتفال. اوكي الاحتفال ده تقريبا هتتجمعوا فيه يمكن ويحصل رجوع، الله اعلم. او ممكن يكون زواج تاني خالص، ده كارت زواج، هتتجوز شخص تاني خالص، الله اعلم. بس في رجوع، ده بالنسبة لي كارت رجوع، أو شخص أنت كنت تعرفيه من زمان وهيبتدي ودك ويعني يتواصل معاكي تاني. قوية ما شاء الله العذراء، معروف قوي، عقلاني جدا، عقلاني بحت. تمام، أنت عندك خوف حبيبتي من حاجة، خايفة تاخدي أي خطوة، خايفة تتحركي، مش شايفة أصلا قدامك ومش عارفة تعملي إيه، وواقفة مكانك ثابتة ما بتتحركيش. بس أنا بقولك إن الخوف اللي عندك ده مش مبرر، مش في محله. لا أنت ما شاء الله عندك قوة كافية إنك تتحركي زي ما أنت عايزة، عندك أساس حلو بس عايز شوية شغل، عندك أعباء كتير حبيبتي ومشاكل كتير قوي مش قادرة حتى ترفعيها من على الأرض. في صبر، صبر وتضحية، صبر وتضحية وانتظار. اوكي لكن في حاجات حلوه قوي برضو، ده برضو بيدل على القوه، وانك انت بتستمتعي قوي وبتبقي اكسايتد في الحاجات في البدايات، بس بعد كده بتزهقي. وعندك شخص مش بينصحك نصايح مظبوطه. في عندك سفر او انتقال، بتغيري بيت، رايحه من بيت لبيت. آه
بصي انا الكارت ده حسسني ان هو نفس الشخص ان ده رجوع، وافتكر الزواج ده هينجم عنه تغيير للبيت، ده تغيير بيت او تغيير بلد بحالها. عندك الساحر كمان، عندك فرص كتير قوي الفترة دي، وانت هتعرفي تستغليها كويس ان شاء الله. قرايتك مش وحشة خالص، بس انا التطور مادي ما شفتش، بس شايفة سفر، بس شايفة عندك حبيبتي مشاكل كتير فعلا، وانتي صبر عليها اهو، صبر شديد، بس صدقيني الصبر ده نهايته كويسة ان شاء الله. ان شاء الله في رجوع، ان شاء الله في رجوع حبيبتي. كلامك كله صح، بشكرك يا روحي، بإذن الله ترجعوا بإذن الله. عموما لو انا مش مركزة قوي، يمكن مش هو.